جزيرة إليان مور، واحدة من جزر فلانانا السبعة الموجودة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأسكتلندا. في عام 1898 بنيت منارة كبيرة على حدود جزيرة إليان مور، وذلك تشريفا للراهب فلانان الذي حل بها قبل عشرات القرون. وقد كانت هذه المنارة بمثابة مرشد ليلي للسفن تنير طريقهم، بدلا من العتمة التي كانت تهيمن على البحر ليلا وتؤدي إلى كثير من الحوادث. كما تم أيضا بناء سكة حديدية لعبور البضائع والإمدادات إلى حراس تلك المنارة، والذين لم يمكثوا فيها أكثر من عامين حتى حدث لهم أمر غير متوقع على الإطلاق. أبحرت سفينة إمدادات صغيرة إلى جزر فلانان وتوقفت بمحاذاة مرفأ جزيرة إليان مور النائية والخالية من السكان تماما باستثناء حراس المنارة الثلاث. كانت السفينة قد تأخرت في الإبحار من أجل زيارتها المقررة في 20 ديسمبر من عام 1900 بسبب سوء الأحوال الجوية وهيجان العواصف المحيطة، ولم تصل إلى هناك إلا في ظهيرة 26 ديسمبر، وهو اليوم المخصص لتعبئة الصناديق من أجل الإمدادات. كانت أنوار المنارة مطفأة، مما أثار غضب طاقم السفينة لأنهم وجدوا صعوبة في الوصول. ولاحظ طاقم السفينة عند وصولهم أن علم السارية كان منزوعا عنها ولا أثر له حولها، وصناديق التخزين حيث توضع عادة لعدد تعبئتها ليست هناك. لم يظهر أحد من الحراس لاستقبال السفينة، فتعجب قائد السفينة السيد جيمس هارفي، فقام بإطلاق البوق وإرسال شعلة تحذيرية للفت الانتباه، لكن لم يستجب أي من الحراس الثلاثة. كان على ظهر السفينة الحارس البديل جوزيف مور، الذي كان مفترضا منه أن يأخذ بالإضافة إلى حارسين آخرين المناوبة في حراسة المنارة، فركب القارب واتجه إلى الجزيرة ليتحقق من الحراس وعن الأسباب التي عاقت خروجهم لاستقبال السفينة. صعد مور الدرجات الشاهقة شديدة الانحدار التي تصل للمنارة بخطوات متثاقلة طويلة وهو يشعر بنذير الشؤم. وعندما وصل إلى هناك لاحظ شيئا خاطئا، فباب المنارة كان مفتوحا ولم يستجب الحراس للبوق ولا للشعلة التحذيرية التي أطلقها الكابتن من سفينته، فكيف للباب أن يكون مفتوحا هكذا من دون ظهور الحراس للترحيب بالسفينة؟ هنا شعر مور أنه مقبل على اكتشاف شيء لا يسره. دفع مور الباب متجها إلى الداخل، وكان أول ما لاحظه هو علاقة المعاطف، لم يكن عليها إلا معطفا جلديا واحدا، بينما لم يكن الاثنان الآخران هناك. مضى متجها صوب المطبخ فلاحظ أن طاولة الطعام في وضع مربك، وقد وضعت عليها أطباق الطعام التي كانت معدة للعشاء، لكن الحراس لم يتناولوا عشاءهم وبقي كما هو، إلا أن أحدهم كان قد بدأ بتناول الطعام قبل أن تتم مقاطعتهم لينهضوا على عجل، وعلى إثر ذلك انقلب أحد الكراسي على الأرض. يبدو أن أمرا رهيبا قد فاجأهم. خرج مور من المنارة وعاد إلى السفينة ليخبر الكابتن بكل ما اكتشفه هناك، وعلى الفور عين الكابتن الحارس المساعد الآخر وأحد البحارين ليعودا مع مور إلى المنارة من أجل المزيد من التحقيق والبحث عن الحراس في الجزيرة. فوجدوا أن كل الساعات الموجودة في المنارة قد توقفت عن العمل، وجميع المصابيح قد تم تنظيفها وإعادة ملئها، ولاحظوا أن سيرة الحراس الثلاثة غير مرتبة، وكأنهم قد نهضوا من أسرتهم قبل قليل، وكانت هناك خيوط غريبة من الأعشاب البحرية على الدرج.
وكان هناك خراب لا يوصف في الجزيرة، وكان سور المحيط بالسكة الحديدية منحنيا وقد تغير شكله، ومسار السكة الحديدية قد انتزع منه الخرسانة التي كان مثبتا بها تماما. حضر للجزيرة مشرف السفن السيد روبرت للتحقيق في الأمر، ولم يعثر على أي شيء غير الذي ذكره مور، باستثناء شيء غير ملحوظ وهو سجل المنارة. كانت مدخلات السجل غير عادية، ففي 12 من ديسمبر دون الحارس توماس مارشال وهو المساعد الثاني أنه هبت على الجزيرة عاصفة شديدة لم يرى مثلها خلال 20 عاما، وأن الحارس الرئيسي جيمس دوكات كان هادئا وصامتا بشكل غير عادي، بينما الحارس الثالث دونالد ماك آرثر كان يبكي كطفل صغير طوال الوقت. وفي مدخلات 13 من ديسمبر دون توماس أن العاصفة ما زالت ثائرة، لم تكن هذه المدخلات هي الغريبة بحد ذاتها، وإنما تناقضها مع بعض الوقائع المعروفة للمشرف. فالحارس الثالث دونالد ماك آرثر لم يكن مبتدئا لينهار في نوبة بكاء جراء العاصفة، فهو بحار مخضرم ومعروف في البر الرئيسي الاسكتلندي بشجاعته وخبرته الطويلة في الإبحار التي مر خلالها بالكثير من العواصف، والتي تجعل من الغرابة أن ينهار بهذه السهولة. وما زاد الأمر تعقيدا هو أن التقارير الجوية في 12 و13 و14 من ديسمبر لم تظهر وجود أي عواصف في الجزيرة، بل على العكس كان الجو هادئا ولطيفا، ولم تبدأ العواصف في ضرب الجزيرة إلا في 17. إذا لماذا أظهرت مدخلات السجل وجود عواصف شديدة تهب على الجزيرة؟ عاد انتباه المشرف إلى علاقة المعاطف الجلدية التي كان معلقا عليها معطف أحد الحراس، فكيف للحارس في هذا الجو البارد أن يخرج من دون معطفه؟ وما الحادث أو الدافع الرهيب الذي جعله يخرج من المنارة من دون معطفه؟ ثم إنه حسب إجراءات البر الرئيسي على أحد الحراس أن يتواجد في المنارة مهما كانت الظروف، لا أن يخرج ثلاثتهم ويتركونها خالية هكذا. عثر على صندوق الحبال التي تحمله رافعة الإمدادات مطروحا على الأرض، والحبال مبعثرة على الصخور، وهذا ما جعل روبرت يظن بأن الرجال ذهبوا لتجميع الحبال المبعثرة فوق الصخور بجانب البحر، فضربتهم موجة انتشلتهم معا. لكن المتشككين تساءلوا، لماذا لم تلقي الأمواج بجثة أحدهم على الأقل على الشاطئ؟ ولماذا ظهرت على 2 من الحراس المخضرمين سلوكيات غريبة إذا كان كل ما حدث لهم هو مجرد غرقهم في موجة ضاربة؟ هناك فرضيات ونظريات عديدة في محاولة معرفة ماذا حل بالحراس الذين لم يسمع عنهم أحد مرة أخرى، ولم تظهر جثتهم أبدا. ظلت هذه الحادثة الغامضة على مدى عقود محل كثير من التخمينات والأسئلة بين من يؤيد رأي روبرت بأنهم غرقوا جراء العاصفة، وبين من يرى أن ما حدث لهم أكبر من ذلك، مفسرين ذلك بتفسيرات خارجة عن الطبيعة، قائلين بأنهم واجهوا كائنات أخرى، خاصة وأن الجزيرة كانت محل للكثير من القصص عن وجود الأشباح، وهناك من يرى أنه تم اختطافهم من قبل الكائنات من الفضاء الخارجي. كانت هذه القصة مصدر إيحاء للكثير من الأفلام والقصص والمسرحيات والأغاني والقصائد الشعرية التي كانت تؤرخ للحادثة وتصف وقائعها.